ايه الارتس اللي موجود عندي في الانتركوستال سبيس؟ يقول لي في عندك مسميين يلا. في عندك حاجه اسمها بوستيريور انتركوستال ارتس 11 بعد السبيسز بادئين من ورا. انتوا عارفين ان الانتركوستال سبيس كلها باديه من المرتبره كلها من ورا، لكن مش كلها بتكتمل لغايه قدام. لان عندك اخر ريتوريبس صغيرين. فالمسافه بين الريب 10 و 11 قصيره. مش سبيس طويله يعني. والمسافه بين الريب 11 و 12 قصيره. ما يكفيش احط فيها اثنين ارتس زي ما نشوف دلوقتي. عشان كده بنلاقي ان الانتيريور انتركوستال ارتس تسعه بس. في تو سبيس قصيرين فيهم بوستيريور بس مش محتاجين انتيريور. يبقى اول حاجه عرفناها في الارتس اساميهم يا جماعه. عندنا نوعين من الانتركوستال ارتس اللي هم مين؟ بوستيريور. تعالى نبص كده. دي رسمه ليفل معين، الليفل ده تحت السكند انتركوستال سبيس. الرسمه دي من اول السادس. اقول لكم ايه دلوقتي؟ ده الاورطه. وده واحد من البوستيريور انتركوستال ارتس، لان الاورطه بيدي البوستيريور انتركوستال ارتس مش كل السبيس، مش ال 11، اول اثنين سبيس مش طالعين منه. اول بوستيريور انتركوستال ارتس في السبيس الاول والثاني مش منه. مش كده قلت السكشن ده بيلو السبيس الثاني. لان ده بدايه شغل الاورطه. هتعرفوا مين اللي ده اول اثنين. فهذا البوستيريور انتركوستال ارتس بيبقى ناشئ من نيو ماسلر بلين. مين نيو ماسلر بلين ده؟ مع النيرف. يعني انترنال لمين؟ اللي اسمها كلمه انترنال. انترنال لمين؟ للانترنال انتركوستال ماسلر. اوكي؟ لغايه فين ويقف؟ هل يوصل للسيرنم ولا لا؟ لغايه الكوستو كوندرال جنكشن في ارتي تاني. اسمه انتير انتركوستال جاي من ارتي اخر. هذا الارتي الاخر كان زمان بيسموه انترنال ميموري. لانه مين بلاد سبلاي اوف ذا ميموري بلان. بس لانه موجود في مين وفي مين. فالاسم ده بقى قديم وان كان موجود في كتابته. الاسم الاحدث هو انترنال سورس. عارفين كده؟ في اسامي زي مثلا الدومينيت بي ده اسم قديم. الاسم الاحدث بريكيو سفالي. دول الاسامي اللي حصل فيهم تحديث وعرفتوا الاثنين اللي موجودين في الكتاب الاسمين. في اللور لينك هقول لكم على اسماء اتغيرت وما وصلتكمش. وهتسمعوها مره مني ومحدش يقولها لحد. في حاجات كتير انا بقول لكم محدش يقولها لحد. مش عشان سر. عشان لو قلتها لحد ما يعرفهاش مش هقول عليك انت العبقري. هقول عليك انت اللي بتدرس او بتقول اي كلام. اوكي يا جماعه؟ فدي هنحتفظ بيها. بس لما نجيبها. طب الانتيريور انتركوستال ارتري اللي هي من الانتيريور ثوراسيك دول كام واحد؟ مين مصحصح في الصفحه اللي قبلها؟ كام انتيريور؟ 9 ولا 11؟ البوستيريور 11 والانتيريور 9 يبقى اخر تو سبيس ما فهمش انتيريور. فيهم بوستيريور انتركوستال ارتري بس. تمام. البوستيريور انتركوستال ارتري اورجن جاي من مين؟ بصوا على الرسمه المعقده دي. عظم وارتري. دي عظم وارتري. اوكي واحدة واحدة كده بصوا معايا مين ده؟ يقول لي ده الارتري اللي نايم على الفيرست ريب اللي راح بعد كده يبقى اكزيلر سبكريبيال ارتري. سبكريبيال ارتري يا جماعة بيطلع منه مش مهم من انه بارت لان السبكريبيال من ثلاث اجزاء بيطلع منه حاجة اسمها كوستو سيرفايكال ترانك. هذا الكوستو سيرفايكال ترانك بيتقسم فرعين في الرقبة هنا، فرع يطلع فوق السيرفايكال الرقبة يعني من ورا، وفرع ينزل قدام النيك والفيرست ريب وبعدين قدام النيك والسكند ريب وينتهي. الفرع ده اسمه سوبيريور انتركوستال ارتري. سوبيريور انتركوستال ارتري بيديك ايه؟ بيديك الفيرست والسكند بوستيريور انتركوستال ارتري. انا قلت الاورطه بيشتغل من سبيس كام؟ هما الاول تو سبيس جم منين؟ مش من الاورطه خالص. مش من الاورطه خالص. تمام؟ هما الجين دي يا جماعه تعالوا نعرف قصه تاني. مين الارتري ده؟ سبكريبيان بيطلع منه برانش اسمه ايه؟ جوست سرفايكل. المكان ده ايه؟ ما عرفتش احط فيه بيانات اكتر، لكن انت لو بصيت في جوست سرفايكل هتلاقي متقسم فرع لفوق اهو. راح للرقبه وفرع نازل تحت شايفينه؟ فرع نازل تحت ده قدام النيك والفيرست ريب. وبعدين قدام النيك والسكند ريب وينتهي. الفرع ده يا جماعه اسمه سوبيرو انتركوستال وهو ده اللي بيطلع منه بوستيرو انتركوستال ارتريز اوف فيرست تو سبيس. بعد كده بقيت السبيس من 3 ل 11 لان البوستيرو انتركوستال ارتريز من 3 لغايه 11. طب من 3 ل 11 جاي منين؟ الصفحه دي بتتكلم عن اوريجين اوف بوستيريور انتركوستال ارتريز. اول تو سبيس اول تو ارتريز من فوق مش طالعين من الاورطه، طالعين من ارتري، طالع من السبليبيان. اسمه ايه؟ سوبيريور انتركوستال ارتريز. بصوا بقى معايا ده مين ده؟ دي حاجه اسمها ديسيندينج ثراس فورم. بصوا معايا الارتريز دي بقى شايفينهم؟ اهو 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 في زي ما احنا دول مين دول؟ دي
يقولي دول البوستيريور انتركوستال ارتريز من سبيس كام لغايه كام؟ 11. وكده خلاص السيمنج سراس بورت لما ناخده هنعرف البي دي ارتري بعد كده تحت الاسترب اسمه ايه؟ سابوس. وانا بتكلم دلوقتي على الانتركوستالز، يبقى دول السير ال 11 بوستيريور انتركوستال ايه؟ ارتريز. وده مين ده؟ يقول لي مش ده اللاست ريب يا دكتور؟ اهو من ورا الريبس باين، اللاست ريب اهو نازل شايفينه؟ يبقى الارض ده مين؟ سبكوستال ايه؟ سبكوستال ارض. خلاص الكلام ده يا جماعه الاورجن والبوستيرو والتركوستال ارض يمين وشمال زي بعض. اول تو سبيس للسبكريبيان من 3 ل 11 من الاورطة، واول حاجه في الكورس بقول الاورجن. طب الكورس ماشيين ازاي؟ بصوا معايا هنا هنتكلم على ان البدايه من الاورطه لغايه الكوست كوندرال جانكشن يمين وشمال يمين وشمال. طيب لو انا هقشر عليا نايم كده راسي ليكو وقطعت ترانسفيرس سيشن سول اوكي، ولا انا ما صحش انام ورجليا ليكو واقطع السورس الاثنين ترانسفيرس سيشن سورس، تفتكروا الصوره دي تفتح لي وانا نايم كده لا العكس، ولا نايم كده وقطع؟ طبعا مستحيل هترميه وهتبص على نص الموبايل كده. هو ده تمام رايت وليفت اوكي. لو قلت انا جاي منه طبعا هو هيتكلم دلوقتي على الكورس، هيتكلم على الكورس اللي جاي من اول سبيس التالت ل 11. ليه؟ عشان الارض دي في حته زياده مش موجوده في اول تو سبيس، فالحته الزياده دي هنقولها وبعد كده نكمل الكورس يبقى 11 زي بعض. بصوا معايا يا جماعه الارتس اللي طلع من الاورطه ما هي تغلب ولا تزرعي السيرفي الاورطه قوي بيبقى شمال اكتر ولا يمين اكتر؟ كل شويه ينزل داون وورد اند ميديال لغايه ما يبقى في الميد لاين خروجه من السورس اوكي. ده يخلي الرايت موستيرو انتركوستال ولا الليفت موستيرو انتركوستال يبقى اطول؟ رايت. برافو عليك. مش مقبول في الكتاب اللي انا هقوله دلوقتي ان كل ما انزل تحت الفرق ده بينزل لغايه لما يتلاشى، لما الاورطه تبقى لاين تاني في الفرق شرط. الاول الاورطه الشمال اللي بتضرب الكره فالرايت ارتس اطول من اللفت صح؟ بس شويه شويه الاورطه بينزل كده فالفرق بينهم هيقل. This difference will decrease when we go down. اللي يحب يكتبها كده ما يحبش مش مشكله عندي، بس دي حاجه بتبين ان ده مش شغال مخه. طالب ده مش شغال مخه. اللي في الاورطه ما هوش طول عمره نازل لي كده، عارفين لو الاورطه كله كده يا جماعه؟ انتوا عارفين الاورطه لما خرج من السورس اتحرك في زيت لاين قدام في 12 في الميد لاين، ما كانش شمال البرتبري لا كان قدامها. يبقى الاورطه لازم داون وورد اند ايه؟ يجي فالفرق بين البوستيرو والرايت والبوستيرو ليفت كل ما انزل لتحت يقل بينهم الفرق الطول. ليه؟ لان الاورطه بيتجه للميد لاين وبقى الاثنين ارض مستشفى بعض. جميل ولا صعب؟ صعبه؟ خدوها مش مشكله عندي. الرايت بوستيرو انتركوستال ارتري هيمشي قدام البوديز اوف فيرتبرا لكن الليفت على السايد. يعني يا جماعه الفرق بينهم الرايت ارتري قدام البودي اوف فيرتبرا لكن الليفت على السايد. اوكي؟ بعد كده هو الجزء ده من الرايت ارتري ايه اللي قدامه هنا؟ مين ذاكر قبل كده حاجه اسمها بوستيرو من السايد؟ الرايت بوستيرو انتركوستال ارتري هنا يمين الاورطه كان في انبوبتين صغيرين قدامهم انبوبه عضليه كبيره. مين الاثنين الصغيرين؟ يقول لي رايت بوستيريور انتركوستال ارتريز وهي ماشيه قدام البادي فيرتبرا عشان تروح يمين قدامها ثلاث حاجات انبوبتين صغيرين وانبوبه كبيره. مين دول؟ راس الضغط ازاي بوستيريور ايه اللي قدامهم؟ صفص ردوا خوف مش واثقين من نفسكم ليه؟ هما دول اللي موجودين عندنا. البوستيرو بالاسترم ايه يا جماعه؟ انتوا عارفين البوستيرو بالاسترم هو ايه ولا احنا بعيد عن ان احنا نعرف كمان دي؟ عارفين يعني ايه البوستيرو بالاسترم؟ عندكم فكره احنا بنراجع ايه؟ بتلوش كل ده جاي حتى لو ما فهمناهاش هنا هنفهمها لما ناخد البوستيرو بالاسترم. يلا يا دكاتره في سبحه مكان صوابعي هنا مين السبحتين دول شمال ويمين الارض هيعدي تحتهم لما يخش الانتركوستال سبيس اخر بوابه سمسك شيء يمين ولا شمال؟ الاثنين. امال الفرق فين؟ الفرق هنا ثلاث حاجات.
الثراث بتاع الزايجو فين؟ وصف قدام الرايت ولا ليه؟ قدام الرايت ابر ولا ليه؟ رابع. بعد كده يا جماعه عندنا بعد السكشن الاوتوماتيك هيخش الانتركوستال سبيس. يمشي في ايه بقى؟ عايز اوريك صوره؟ اهو شايفين السكشن؟ دي ناحية مين مش كده؟ دي ناحية مين؟ بصوا بصيروا الانتركوستال ارتي هيمشي ازاي؟ ديب تو سكشن وبعدين يدخل الانتركوستال سبيس ميد واي ميد توركس صح ولا غلط؟ مين انترنال مين اكسترنال ولا اجيب الصوره؟ مش هخوفكم بس في صوره كان في نرجع ناحيه ولا في الناحيه الثانيه مين شاطر يقول لي بقى اهو الحته دي لغايه هنا الارتي زي النرف ميد واي بتشيل توركس مين انترنال مين اكسترنال؟ نفس الكلام انترنال ليك سابوستالس وبرايتن تور واكسترنال بوستيريو انتركوستال ميمبرين واكسترنال انتركوستال ماسل. طيب بعد الحته دي الارتي هيروح فين؟ بعد ما خلصت هنا وصلت العجل وزاريت الارتي يعمل ايه؟ الكلام ده يمين وشمال الكلام ده يمين وشمال الارتي ويل جو ابوت عشان يوصل الكوستال ويبقى في الوسط فان وي بين وتحتيه نرف ماشي معايا؟ طيب لما وصلت الكوستال جروب همشي لغايه اخره الكوستال جروب الارتي هيخلص في اخره بعد ما خلص البوست جروب مش هيكمل هات الاستيرنم يقول لي لا البوستيريو وانت البوست ما وصلش غير الاسترنم في انتيريو وانت البوست هو ماشي في البوست جروب مين انترنال ومين اكسترنال من اول هنا لغايه النهايه مين انترنال نفس الكلام بتاع النرج يا جماعه ايه دي؟ ايه ده فوق؟ ايه ده؟ ورايت الدور طب ايه اكسترنال؟ اكسترنال انتركوستال ماسل وانترنال انتركوستال ماسل تجي انت هنا رافع نقول برانشز مش موجود عندك في الكتاب بس انا ما اعرفش يعني موجوده ولا مش موجوده هل انا ما اتخيلتش بيها؟ انا بصيت بسرعه كده حد قال لكم قبل كده برانشز وبصيت بسرعه وانتوا برضه في العاده ما سالتوش انت بتاخدهم حضر نفسه اساسا سوري ماشي حد الصراحه بصوا معايا يا جماعه بصوا معايا عشان اسهل عليكم برانشز اوف زوبسيرو تاكوس الارتس فيها شبه شويه مع النرف يعني ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يبقى بيدي لاترا كونتينيوس براش ارتي بيدي لاترا كونتينيوس براش هو الاسكين ملوش نفس يجيله بلاد سبلاي ايه ده؟ طول عمرنا بنسمع كونتينيوس نرف ايه كونتينيوس براش؟ في طبعا بلاد سبلاي لاترا كونتينيوس براش هل البوستيرو تاكوس الارتس بيدي كمان انتير كونتينيوس زي النرف؟ ما بيوصلش طبعا هتعرفوا دلوقتي مين اللي بيدي الانتير الانترنال ثراسي هو ما بيسموهمش انتير بيربوريتنج مين قال برافو عليك بيربوريتنج واكبر بيربوريتنج فيهم هم السكند والثيرد والفورس سبيس رايحين فين دول؟ رايحين مبنى رجلان بلاد سبلاي اوف ذا بريست ارجع بلاد سبلاي اوف ذا بريست المهم في واحد تاني قال لي وانا بتكلم على فكره الكونتينيوس برانش رقم واحد قال لي ماسكولا صح كل الارض دي ماسكولا طب مين شاطر يقول لي والبوستيرو تاكوس الارتي راح للبوستا جروب مش الاسبيس فضيت طب النرف عمل ايه لما حصل معاك كده؟ انت كلها انت ولا في كلها من الارتي؟ بص معايا شايفين ولا لا؟ يبقى ده كام براش؟ لا ده الكونتينيوس يا دكتور وايه كمان؟ وماستر وايه كمان؟ كلاترال وايه كمان؟ هيلثي ليه؟ ديترمينيشن اوف ذا بوستيرو تاكوس الارتي جيفز ميموري برانشز تو ذا لاترال بارت اوف ذا بريست قبل ما الخط بتاعه للبريست نص الله يغفر البريست انا عارف ماله فقط ده له فقط اوكي ما تستخفوش من النسيان ده النسيان ده يا جماعه مؤخرا ان شاء الله لما نرجع نراجع هنستعيد كل المعلومات دي يلا يا جماعه فالترمينيشن بتاعي بتاع بوستيرو تاكوس الارتي هيدي ايه؟ مصحصحين ولا لا هيدي ايه يا جماعه؟ ماماري برانشز مين يقول الاربع برانشز دول؟ بوستيرو تاكوس الارتي بيدوا ايه؟ لاترا كوتينيس مصر كوناترا ماماري برانش طبعا لازم نتكلم فيه في اوكي؟ لا مفيش حاجه اسمها اذاكر ارتي وادرس ارتي من غير برانشز صفحه سهوة في الكتاب ده مش معناه ان انت مطلوب مني انتوا معاكم دكاتره اكسترنال
بعض الدكتور ايه اللي سقط وايه اللي ما سقطش. انا من اول سنه بعلمكم اي عقد في الدنيا مطلوب اعرف عنه ايه، اي نرجع اعرف عنه ايه. فانتوا اسالوا يا دكتور بعد ما خدت الكورس ده اللي حضر النهارده هو ملوش برانشز، ادخل اساله هو الناس الناس هيكتب في الكتاب كده تو. طيب كده بسيب من حصل كده تو. انا بعلمكم المستقبل، انا بعلمكم المستقبل استفسار استفسار مش مش عيب. وإذا قال لك مش عليكم ما لكش دعوة بالطالب شغل، تعالى أنا أقول لك هو إيه؟ في نقط صغيرة، بدل نصيب خالص لما يجي طالب يصير في الكورس الأرض أقول الكورس بس وأمشي ولا أقول بلاش تمام. طب إيه أنا سموز اللي مش شايف فيها؟ يا بابا برافو عليك فالنتير، ولو كنت ما قلتيش كده وفكرتني كنت قلت فالنتير. هو أنا ما قلتش يا جماعة إن تصيروا في الكورس الأرض فيها فالنتير صح؟ ما عدا أنا مش لسه مش هنتيروا فيهم. اوكي وراوند ذا ستيب سبورت راوند ذا ستيب. لو انت قلت واحد منهم حطيت عنوانك وقلت دي اللي هو انت قلت حاجه في الكورس جديده فاهمين مش اسئله دلوقتي معلش عايز اخلص عايز اخلص التشيز والحلف واحد تاني. مين الارض ده انا فين؟ يقول لك انت بتبص على الصوره من جوه. عرفت ازاي؟ عشان العضله دي اسمها ايه؟ سكينو ايه؟ سكينو كوستيرس. طب السكينو كوستيرس واحده من ثلاث عضلات اللي هم انترنال للفيسلز والنفس تمام؟ وانا بص لورا يبقى مين الارتي ده اللي موجود في الجيوب الاصفر فين؟ هل الارتي اللي هو انترنال في راس الاول اللي موجود على جانبي سكينو ب 1 سم ونص يبقى ورا السكينو كوستيرس ولا قدامها؟ يبقى انترنال ليها ولا اكسترنال؟ اكسترنال اللي هي الانترنال. العضلات الثلاث صف استاذ نرموز تلف استاذ ار انترنال لاي نرف وارت معاك في الصوره فوق ار انترنال يبقى الار دي اكسترنال وانا جوه الصوره دلوقتي. ده يا فاهم يا جماعه انا جوه الصوره والهارت ورايا وبص على الشيست وورم جوه مين ده؟ الاكسترنال. مين العضلات دي؟ سيرفو كتير واحده من الثلاثه اللي هم انترنال للفيسلز والنفس عشان كده قدامها مين؟ قدامها الار في الاول. الانترنال في راس الار جاي من مين؟ جاي من ده شايفينها؟ مين ده يا جماعه؟ سبليبيا بط. سبليبيا بط يا جماعه بيدي من اللور سيرفس بتاعه فوق مين مش فاهم؟ انترنال سراب هينزلوا ورا ثلاثه ومن ورا الابر 6 كوستال كارتج لغايه لما يوصل لل 6 انتر كوستال سبيس لغايه ما يوصل لل 6 ايه؟ انتر كوستال سبيس وهنا بينتهي فرعين ترنال رايحين قبل واحد اسمه سوبيرو الجاستريك واحد اسمه مصر ولا ايه؟ فريد. اوكي. الانترنس مصر جاي منين؟ خلاص ده كافي انك تصور حضرتك ولا في حد في دور المجرى ولا حد في دور طب دي ايه؟ بص الكلام ده كويس. انا بس عايز ابتدي المحاضره الجايه لحضرتك. البينز هسيبها مع الكوستيوم ديست تايم. البينز هسيبها مع الكوستيوم ديست تايم. انا عايز ابتدي المحاضره الجايه لحضرتك بس ادي كده. والانترنس مصر سهل. الاثنين اساس قبل سهل بس شايف على الطريقات في دقيقتين في دقيقتين بالظبط تفاوض بينكم خلاص تخلص خلاص. لا يا جماعه الاثنين اساس قبل طلع منين؟ من السبت ليجن. ينزل ازاي؟ على جانبي الاسترنا بكام سنتي؟ واحد ونص ورا مين؟ بريست الاول ورا الميديال اند اوف كلب وبعدين اوفر 6 كوست كارش والانتر كوستال سبيس بتاعتهم دي اللي فيهم تمام؟ هينتهي فين؟ في 6 intercostal space في الكارت ستاتس السابع اسمها 6 intercostal space بيديك ايه؟ سوبيرو في جاستريك ومصلو بريدر. اوكي؟ طب ايه البرانشز الاخرى اللي بتديها؟ طبعا البرانشز الشهيره بتاعته اللي هي الانتيريور intercostal arteries في كل سبيس الانترنال ثراسك ارتي بيدي 2 anterior intercostal arteries في اول 6 سبيس لانه خلص عن 6 سبيس. طب ليه بيدي تو كل سبيس؟ ليه تو انتيرو؟ عشان جاي من ورا بصير والكولاترال بتاعه يا دوب يبقى انتيرو تبقى كوستا الاي ارت الابر 6 سبيس استراتيجي 9 الماسكلوفرينيك هيدي الثلاثه اللي فاضيين الماسكلوفرينيك هيدي السبيس الثلاثه عشان 9 لكن كان ترنس راس بيدي 6 بس عشان هو خلص. في ارت تاني ماشي مع الفرينيك اسمه الكاردياكو فرينيك هذا الارت يا جماعه من اسمه بيدي جزء من البلاد صبلا بيدي فالبريكارد والديافرام ده اسمه جيرمان بس هو بيدي بلورا كمان.
بيدي بلورا كمان، بس انت شايف عليه اسم يبقى كاردياك بلورو كريدت تبقى اسم قوي جدا. بريكارديانكو كريدت ماشي مع كريدت ده عشان يغذي بريكارديانكو ده. بيرفوريتنج الكلام اللي هناك يا جماعه خليكم معايا. بيرفوريتنج اللي هم مين؟ اللي هم الانتير كوتينيوس برانشز اللي طالع منه اللي ماشي مع الانتير كوتينيوس برانشز اوف كورسبوندنج انتركوستال نيرف. والبيرفوريتنج جوت تو فيميل في السبيس الثانيه والثالثه والرابعه مش لارجر عشان بيدوا السبلاي للميموري. لا تمام اوكي. حد عنده اي سؤال؟ فاضل لنا البيز بتاعت الثراس فول دي هناخدها مع الكوستيرو ديستاين عشان الضايف مش نايم في الكوستيرو ايه المحاضره.